انتم عارفين ان اكتر الناس اللي بتحب اللمة واوقات كتير بتفرح بلمة الناس حواليها، دول بقى من اكتر الناس اللي بتهرب من واقعها واللي بيحصل حواليها، وبيكونوا كمان من اكتر الناس اللي بتشوف على وشهم الضحك. بس رغم كده ممكن كتير جدا تحتاج في يوم للهروب من زحمة الناس، واوقات كتير كمان بترتاح في الوحدة، دول بقى من اكتر الناس اللي بتتوجع، وممكن كمان دموعها تنزل في اوقات كتير من اقل حاجة. فما تستغربوش لما نكتئي، مطلوبناش لما نغلط، ومش مطلوب مننا طول الوقت نفضل في احسن حالتنا، نضحك ونهزر ونسامح ونعدي وننسى، ومحدش فينا مثالي. هما مش بيقولوا لكل فعل رد فعل، ولكل واحد فينا ليه طاقة ممكن يتضايق ويتعصب ويتنرفز ويتعب ونهرب ونسكت ونميل آلة للسكون والحزن، وكلنا معرضين لكده. بس ياريت لما حد فينا يضعف ويتعب ويقع ويعدي في أزمة، محدش يزود عليه الوجع بالكلام والعتاب، وسيبوا الناس تعبر عن مشاعرها براحتها، ما تقولوش لحد معلش، ياريت تسيبوهم يصرخوا ويزعقوا ويعيطوا وينهم يغسلوا قلوبهم وأرواحهم أول بأول، وده علشان لما الأزمة تعدي يقدروا يقفوا على رجليهم من تاني، ما يكونوش شايلين من أي حاجة ومن أي حد. وحاولوا ما تشكلوش الناس على مزاجكم، ممكن كتير أوي نجرح زي ما بنجرح، ممكن نوجع زي ما ناس تانية كتير بتوجعنا، عادي يعني، ما فيناش حد ملاك. هو مش مطلوب طول الوقت تشوف الناس كيوت ومبهجة ومبتسمة متسامحة وطيبة، حاولوا ما تتعاملوش معانا على إننا تماثيل شمع ما بنحسش، إحنا بشر. ومن الآخر، من هان واستهان فإن قانون الحياة كما تدين تدان. خلصنا حلقتنا النهاردة، والرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكنتم مع معلومة مع بيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.